سجينة البيت مهمة كتير بإيان بعدة نواحي، فالخضار بنقي الهواء وبخفف من انبعاثات CO2 بالجو، بحارب التلوث البصري والسمعي لأنه النباتات بتمتص الضجة. الجنينة بتساهم كمان بتلطيف الجو والتخفيف من حرارة الشمس. ارسموا حدود جنينتكم بالأشجار العالية بدل سجات الباتون. زرعوا الجازون الطبيعي بدل الجازون الصناعي. زرعوا شجرات تزيينية مثل الزيتون، الصاروخ والصنوبر والنخيل. غطوا الحيطان تبعكم بالمتسلقات مثل العرايش والعربيشات والياسمين. خلقوا تنوع بالألوان من خلال الزهور يلي بتنزرع بالأحواض، وشكلوها بين أنواع صيفية وأنواع شتوية وأنواع بتزهر على مدار السنة. الكاكتوس مهم لأنه بنقي الهواء ويمتص موجات الأجهزة الإلكترونية ومنه بحاجة لكتير ماء ليعيش. أهم شيء تتركوا ممرات لتنتقلوا بجنينة ثم تدعسوا على النباتات والأشجار. سقوا جنينتكم بالكمية المطلوبة من الماء على القد، اهتموا بالنباتات وجربوا ما تستعملوا المبيدات يلي بتأذي البيئة. And go green.